تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، وافتتح ميسي النتيجة من ضربة الجزاء في الدقيقة 34، وسجل الهدفين الثاني والثالث مهاجم مانشستر سيتي خوليان ألفاريز، ورفع ميسي الرصيد الشخصي في هذه البطولة إلى 5 أهداف ليصبح هداف في البطولة، وبالتشارك مع الفرنسي كيليان امبابي زميله في باريس سان جيرمان. وينتظر راقص التانجو الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا لتحديد الطرف النهائي في المونديال القطري.